فهو يدخل التفاح. خل التفاح ليه أهمية كبيرة في جعل الخلايا ديال الجسم بحالة جيدة، هذه هي الأولانية، معلوم، وفي تعزيز المناعة، دونك المقاومة ديال الجسم للكثير من الأمراض، يعني تقوي المناعة ديال الجسم. هي الأمراض اللي تتهدد الجسم هو تيقوي لنا المناعة ويحييها ويقويها ويعطينا حتى الطاقة، وغنقولوا علاش، والأمراض علاش اللي تداوي. علاش؟ أولا بفضل الغنى ديال الخل بالعناصر اللي تحتاج لها الجسم لتأميل التوازن ديال الخلايا. وفي طليعة هذه العناصر أشنو هما؟ عندنا الفوسفور والحديد والكلور والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والسيلينيوم. دونك السيلينيوم، هذا الشيء علاش خل التفاح مهم وممتاز وينفع الجسم ديالنا في تقوية ديال المناعة ديالو. الأمراض اللي تعالجها الخل، نبداو بسم الله، عندنا ليزونجين، الحلقم. حلقم. ألو. نصنعوا واحد الغرغره، ناخذوا مثال بسيط، ناخذوا نص كاس ديال الخل التفاح، نزيدوا واحد الكاس ديال المدافي، ونبداو نشلوا به فمنا، نغرغروا بشويه، غرغره بشويه، غير بجغمه بجغمه، نخليوها شحال ونخويوها نفرغوها. غرغرنا بواحد الماء والخل، ما فيهش الماء. مثال بسيط، عندنا شحال، نص كاس ديال الخل ديال التفاح، كاس ديال المدافي، عطانا كاس ونص. غرغرنا بواحد الكاس، بقى واحد نص كاس، هذاك النص كاس اش نديروا به؟ نبداو نشربوا، نخليوه فمنا ونشربوا بجغيمه بجغيمه. ها طريقة سهلة ممتازة فعالة للحلاقم. هذه الوصفة الأولى. الوصفة الثانية نفس الطريقة، نص كاس ديال الخل التفاح، كاس ديال المدافي، واحد ربع معلقة ديال القرفة، واحد عود قرنفل، وزدناه معلقة ديال العسل الحر. يعني القرنفل والقرفة والعسل الحر اللي زدنا على المدافي وعلى الخل التفاح، احنا كونا دواء جهد من الأولاني. لا ما عندناش راه غير خل التفاح والماء رفع ومجرب، مي لا عندنا القرفه، كنا عندنا القرفه في الدار، دونك شنو هو؟ عود القرنفل المطحون على شكل مسحوق، نزيدوا واحد ربع معلقه ديال القرفه، نزيدوا معلقه صغيره ديال العسل الحر، وهي باش نغرغروا الفم ديالنا او نمضمضوه. هذاك هادو بالنسبه للحلاقم اللي مفخوين، داك الكاس نص كاس الاخر نشربوا على جرعات، جغمات جغيمه، ونخليه فمنا نشرب. هذه وصفه فعاله ضد الحلاقم، ماشي الحلاقم بوحدهم. عندنا الحلق ديالنا ملتهب منفوخ، عندنا شي حاجه تضرنا في الحلق، مشى لك الصوت اختي سميه، المقرئين المغنيين داكشي كامل. ها طريقه سهله بسيطه باش نرد الصوت ديالي ونحيد الانفلاماسيون الالتهاب. هذه الاولانيه. نفس الوصفه غنكونوها غنجهدوها غنركبوها. الور نفس الوصفه اللي ذكرنا دابا، نزيدوا عليها شويه ديال المسحوق ديال الكركم، هذا الخرقوم اللي هو لان دي ميور اونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات. اش نقولوا؟ عرق السوس ممتاز للالتهابات، الرحمه للالتهابات، غير ما يكونش ليبرتونسيون. الور اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي ما يشربش جغمه، يتمضمض بها. الور اش قلنا الوصفه الاخرانيه هذه؟ قلنا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال نبداو كاس ديال المدافي، نص كاس ديال الخل التفاح، ربع معلقه ديال القرفه، عود ديال القرنفل، معلقه صغيره ديال العسل الحر، واحد نص معلقه ديال عرق السوس، واحد نص معلقه ديال الخرقوم. خلطنا كل شيء، احنا كونا دواء فعال ممتاز لا للحلاقم ولا التهابات ديال الحلق كيف ما بغى يكون نوعه. نزيدوا مثال بسيط، عندنا الاطفال. الاطفال من السن ديال 5 سنين نقدروا نعطيهم هذه الوصفه. مثال بسيط، غناخذوا واحد نص كاس ديال الخل التفاح، غنزيدوا عليه جوج كيسان ونص ديال المدافي. الور ونزيدوا ديك الربع معلقه صغيره ديال القرفه، واحد داك العوي ديال القرنفل، ويبدا يشلل به الحلق ديالو. الحلق ديالو ركبناه، هزنا الخرقوم، راه ممتاز. الدراري الصغار راه ما عندهم لا طونسيون لا حتى حاجه، والمسحوق ديال عرق سوس لا ريغليز راه بنين وكل شيء، غيبان حتى هذه الوصفه. يزيدوا شويه ديال ربع معلقه حتى هو ديال لا ريغليز عرق سوس، وهذا هو فعال ممتاز للمضمضه ولا الغرغره ديال الفم ديال لي زونجين ديال حتى من اللثه. لا 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 عندنا شي حاجه في لاجونسيف انفلامي ضرانا، راه فعال وممتاز. احنا ديما في التهاب اللوزتين او الحلاقم المنفوخين كذلك قلنا اللثه ولا اي حاجه عندها علاقه بالفم، الله يعطيك الصحه، هذه الغرغره هذه مفيده وممتازه. غير هي خاصهم يمشيو بشويه، ما يسربوش، يخليو داك على جرعات. على جرعات كنا مهدفيه مع خل التفاح دكتور جمال، شويه ديال القرنفل،
غير مي هدافية مع خل التفاح فيه الكفاية. الور مي هدافية مع خل التفاح وشوية القرفة وعود القرنفل والكركم الخرقوم ولاريغليز وعرق السوس دواء فعال ممتاز مجرب الرحمة. كاين دابا كي جبدنا لي زونجين ياك جبدنا الحلاقم كاين واحد الوصفة فعالة تتعجبني مي قاصحة. شنو فيها؟ الرحمة اختي سمية دقة بطلة بالزربة بالزربة رائعة. واحد فص توم فريع ديال التومه نقشرو ونحيدو القلب ديالو معلقة صغيرة ديال مسحوق الزعتر. مسحوق الزعتر اي لوريغو بودر دوريغو. الور خدينا اون كوز داي اون بيتيت كويري دو بودر دوريغو ا ميلونجي ا ماشي دوسمون اي افالي دوسمون. الور قاصحة بشوية مي دقة بطلة اختي ممتازة للحلاقم ومشاكل الحلاقم وكلشي دونك حاجة بسيطة. ما نساوش كنا قبل راه دائما تنبه الناس ما نساوش اش كنا قلنا على البروبولي والبروبوليس رائع مضاد حيوي فتاك بالجراثيم حرفته الاولانيه الودنية النيف الحنجره الصدر وجميع مشاكل الصدر دقه بطله رائع. ما حساك اختي سوميه الوصفه اللي جبدنا دابا ونزيدوا فيها واحد ربع معلقه ديال البروبوليس درنا من ربع معلقه ديال القرفه واحد كونا وصفه مجهده اكثر. والله اختي لا دقه بطله راه الرحمه راه ممتازه راه غير الناس ما تيتذكروش تينساو وما تيستوعبوش. والله اختي لا تنعطيهم دي فورمول وصفات للرحمه ودقه بطله وانا تنحاول تندير مجهودي باش يبداو هما راسهم غير يعيقوا بالعشوب غير يفهموهم ياك اون فوا استوعبوهم يبداو راسهم تيصوبوا الادويه كل خطره يجهد بلاتي والمعرفه راه مراه كبيره شارفه ياك تتخلي لك فمك محلول عندها وصفه دقه بطله. دونك راه المعرفه الشعبيه راه عندنا راه حنا راه وارثينها راه في دمنا حنا هذاك. دونك الناس راه ممكن بالامكان ديالهم يصاوبوا الدواء ديالهم بسهوله ورخيص وبثمن رخيص وكل شيء وبسيط ودقه بطله وبالزربه وما كاين لا مفاعيل جانبيه لا حتى حاجه. ها حنا دابا تنهضروا على خل التفاح. خل التفاح فاش هضرنا عليه؟ هضرنا عليه تعينا من مثال بسيط الوصفه ديال لونتي اوبيزيتي اللي اش كنا قلنا بالزربه الحاجه اللي جبدناها شحال من خطره راه تنزرب فيها تنقص الوزن. اش قلنا؟ قلنا البصله البصل البصل ديجا راه سيت ان انتيبيوتيك ناتورال راه اكل البصل صباح وعشيه وليل راه نافع للحلاقم سيت ان انتيبيوتيك وليكيفالون دي كورتيكويد وضد الالتهابات ممتاز الرحمه وبلاتي والخرقوم راه جهد من لي كورتيكويد راه كنا جبدنا في الحصه الخرقوم جبدنا هذاك التجارب الاسيويه اللي دارت وكل شيء الخرقوم جهد من لي كورتيكويد ليكيفالون دي كورتيكويد اي ميم بلو فور كو لي كورتيكويد. دونك احنا عطينا دابا العشوب ضد الالتهابات ضد النفخان والبروبولي ضد القيح ضد لي زانفيكسيون. دونك نمشيو خل التفاح نكملوا ليه الو اش قلنا في الوصفه نكمل بعدا كاين بالزربه قلنا ضد لونتي اوبيزيتي اللي بغى الضعف البصله الثومه الخرشف القوق الفجل الخرطال الرجله البريوت خل التفاح الحامض خل التفاح خل التفاح داخل في هذه الوصفه راه بوحده قلنا عشبه وحده او عقار واحد ياك ولا ان انغريديون من هذه الوصفه يخليك تطيح 5 كيلو بلا ريجيم في الشهر. بمعنى خل التفاح يخليك تطيح مينيموم 5 كيلو بلا ريجيم في الشهر الا واضبنا عليه ودي ديك المعلقه الصغيره في ذاك نص كاس الماء ولا كاس الاروب ديال الماء دافي نشربوه قبل الفطور بوحده فيه بزاف د المزايا. الوغ دابا حنا كنا نهضروا لي على الحلاقم غندوزو دابا للتوتر العصبي لونكسيتي اللي فيه الخلعه واللي موتر واللي معصب وكل شيء طريقه باش استعمال خل التفاح في التوتر العصبي ناخذ مثال بسيط ناخذ واحد جوج كيسان ونص راه هي ربعه ديال الكاس ديال حياتي ياك هي ربعه ديال نعبروا بكاس ديال مثال بسيط الناس تتسهل عليهم انت تقول لهم كاس اييه الور جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجه الغليان غنخويو على واحد جوج معالق كبار ديال المسحوق ديال الزعرور الزعرور لوبيبين الور الزعرور الشائك واللي قلنا راه بدا يقلال في المغرب بقى غير في الريف والمويناطاس نخليه واحد الربع ساعه يخمر حتى نص ساعه نصفيه نزيدوا عليه نص كاس ديال 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 خل التفاح نحركوا داكشي كامل ما نساوش خل التفاح سي ان كونسيرفاتور محافظ نشربوا واحد نص كاس تاع الكاس اللارو هذا قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء انا نفضل غير ذاك نص كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. اولا
افتكرينا بكل شيء الطفيليات واللي كاين كله في المعده وفي المصران وداك الشيء كامل، واعطانا القوه والجهد وكل شيء، وراه مطهر سي تان انتيسيبتيك، وهدى لنا الاعصاب. طريقه سهله، اش قلنا؟ واحد الرابع ديال الماء ولا جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجة الغليان، نخويوه على واحد جوج معالق ديال المسحوق ديال الزعرور، نخليوه واحد ربع ساعة ولا نص ساعة نفيلتريه ونصفيه، نزيدو في داك الماء واحد نص كاس ديال الخل التفاح، نحركو ناخدو نص كاس الباقية نديروه في الثلاجة، نص كاس نشربوه قبل الفطور الغداء العشاء، ها هو ممتاز. ها طريقة سهلة، نفس الوصفة غديرنا يومين. دونك حيدنا تتحيد الخلعة والتوتر العصبي والانهيار العصبي والارق وهادشي كامل، تحيدوا هاد الوصفه اللي سهله الناس باش يفهموا يقدروا يصوبوا وصفات ديالهم. اش قلنا في التوتر العصبي؟ النفس القانون نهزوه، دابا استعملنا غير عشبه واحده اللي هي الزعرور، نقدروا نستعملوا نبداو. اش قلنا؟ قلنا الهند مبريه لا ليتي سوفاج، نقدروا نضيفوا لها حوايج اخرين بلاص ما نديروا الزعرور، نقدروا نديروا عشبه واحده، كيف نقدروا نركبوا هذه الوصفه نديروا عشبات متعدده. مثال بسيط، ما بغيناش نديروا الزعرور نقدروا نديروا بابونش، ما بغيناش نديروا بابونش نقدروا نديروا الحبق، ما بغيناش نديروا الحبق نقدروا نديروا حبق الترنج، او نديروا لا ليتي الهند مبريه، يعني عندنا خيارات كثيره، او نديروا الورق ديال الزنبوع ديال الرنج، او لو ميل بيرسوي كاين حوايج. دونك عندنا خيار، نقدروا هاد العشب كلهم اللي ذكرنا دابا نزيدوهم نخويو عليهم نديروا مثال بسيط معلقه صغيره من كل عشبه، ها الهند بابريه، ها بابونج، ها الحبق، ها حبق الترنج، ها اللويزا، دونك ها الورق ديال الزنبوع، دونك الحوايج، ها الميل بيرسوي، ها الفاليريان، دونك كاين اللي كاين خيارات كلها الحوايج. دونك عندنا اللي هذا نقدروا هادو معلقه 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 صغيره من كل حاجه، نزيدوا واحد لتر ديال لارو بدرجه الغليان، نخليه واحد نص ساعه نفلتريو، نزيدوا عليه في ديك الساعه قلنا يترو لارو، نزيدوا واحد تقريبا ثلاثه الاربع ديال كاس ديال الخل التفاح، احنا كوننا دواء فعال ممتاز مهدئ الاعصاب. سيدي جمال شنو نوصلوا لهنايا؟ الو الربو لازم دقيقه غنخمروا واحد 50 غرام مثال بسيط ديال الخزامه في واحد جوج كيسان الماء بدرجه الغليان لمده واحد الساعه، نصفيه ونزيدوا عليه واحد نص كاس ديال الخل التفاح، من الجهه نديروا الغرغره ديالنا ونشربوا. الرحمه فعاله، الربو مشاكل ديال الربو، نفس القانون نهزوه دابا تنهضروا على الربو. اش قلنا في العشوب ديال الربو؟ قلنا التداوي الاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه، ياك العشبه رقم واحد الزعتر، اذا ناخذوا الزعتر ندخلوه في هذه الوصفه ديال الربو. قلنا التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه، قلنا لو ماري بلون مريوت، وخا مره مفعاله ممتازه الرحمه، مجربه من 79 80 دائما غايه في الدواء ديالها. قلنا لا فارماكوبي اوكسيدونتال، قلنا لا مارجولين اللي هي مرض الدوش. الوغ نفس الوصفه نقدروا ناخذوا الزعتر بوحده ونديروا مع الخل التفاح، نقدروا ناخذوا مرض الدوش نديروه مع خل التفاح، نقدروا ناخذوا مريوش نديروه مع خل التفاح، نقدروا ناخذوا خزامه نزيدوها على خل التفاح. قلنا الاغلبيه ديال الادويه اللي كاين في الفارماسي مصوبه بالوكاليبتوس، نقدروا ناخذوا لوكاليبتوس نزيدوه حتى هو على خل التفاح. احنا ديجا لاخدينا غير وحده عشبه مع خل التفاح مفرده، وصفه مفرده فعاله، بالاحرى لك ركبناها وهاد الاعشاب كلهم فعالين، ونزيدوها البرونكو ديلاتاتور اللي يحل لنا الشعاب، اللي هو لا ميبيزناكا اللي هو البشنيخه او الخله الور البشنيخه الور. احنا كوننا دواء فعال ممتاز، معلقه صغيره من كل عشبه، هما فيهم خمسه دابا اللي ذكرنا، والبشنيخه هي سته الور، معلقه صغيره هي سته المعالق صغار، ليكيفالون ديال ثلاثه المعالق كبار، نزيدوا عليهم واحد لتر ولا ربع ديال الماء بدرجه الغليان، نخلي واحد الساعه نفلتريو، نزيدوا واحد الكاس لا ربع ديال الخل التفاح فيها. احنا درنا لنا تقريبا يترو ديال 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 الدواء فعال ممتاز، موالين الضيقه ماشي غير الضيقه، ضربنا البرد الرواح فينا الضيقه الكفه السعال داكشي كامل صالح ليه من ذاك الشرفع. دونك الناس كيفاش يصوبوا هذاك؟ دابا تنهضروا كنا تنهضروا غير على خل التفاح وخزامه، ومن بعد سير لو شون تنعطيهم كيفاش يكونوا دواء بهذه العشبه او عشوب اخرين اللي تهموا الصدر ومشاكل ديال الصدر، كيف نفس الاعشاب اللي تهموا التوتر العصبي والانهيار العصبي. عندنا خل التفاح والحروق لي بريلور، بلا باش نتجنبوا الحدود ديال هذوك الفقاعات ديال لي زومبول، دونك النبالات هذاك ناتجين على حروق دونك تنبال.
والاثار ديالها ندهنوا المكان ديال 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 اللي تحرقنا فيه بالزربه بسرعه ندهنوا بخل التفاح ما ينبلش لينا اش نديروا حنا المغاربه كنا تنعرفوا اش قلنا المغاربه قابزين تيكونوا الدواء راه البارح قلناها الراسهم تيخلقوا الادويه مثال بسيط واش ولا كاع في الديور كنا اللي تحرق تيمشي يجري للسينيال تي السينيال يديروا فوق الحرقه ها هما كونوا سينيال دواء ما كانش موجود اي بورتو هذاك اللي جهد منه وحسن منه خل التفاح في البلاصه طبيعي مطهر وضد هذاك النبالات ولا الفقاعات هذاك دونك لا تحرقنا خل التفاح راه الجرح راه عظيم راه ممتاز راه يقتل الجراثيم وكل شيء ويلحم بالزر دونك قلنا لي بريلور الحريق الا خذوا خل التفاح ونمشيو ديريكتومون بالزربه وندهنوا على الحرقه عندنا لي كوت سولي لي بريلور اش نسميتها دونك ضربات شمسيه او الحروق الشمسيه نفس الشكل عندنا لي كاري دونتير عندنا نخر الاسنان دونك عندنا لي كاري نشلوهم بالخل التفاح ما بقاش هاد لاكاري تجنبوها الى مشينا دابا مثال بسيط ناض علينا صداع ديال الضرسه كاين شي حوايج اللي نهدنو بهم شويه الصداع الا خدو مثال بسيط الا خدو قرفه الا خدو القرنفل ولا خدو الزعتر معلقه 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 ونخويو عليهم ديريكتومون واحد الكاس ونص ديال خل التفاح ندفيوهم شويه وهذاك ومن بعد نشلو به فمنا تينقص علينا على الاقل 80 90% الالم ديال الاسنان وكل شيء وردوا فعال لاجونسيف كلهم هذو اللي ذكرنا مطهرين فعالين ممتاز اللثه وكل ما يحيط بالفم عندنا لي كرومب اسبازم ديال المعده دونك المغص المعدوي المعوي او التشنجات المعديه بلوتو ماشي المعويه مي المعديه المعده ناخذوا مثال بسيط المكان نجيو لفوق الكرش ديالنا ناخذوا شي كماده كماده ناخذوا بونسمون فوطا تشوب حياتي اللي بغينا نفزقوه نديروا نص خل تفاح نص الماء ما دافي عاطي السخونيه نخوي عليه نص كاس ديال خل تفاح نص كاس ديال الماء دافي عاطي السخونيه ونشدوا داك البونسمون ونحطوا فيه ونحطوا فوق كرشنا تيحيدنا مجرب تيحيدنا الوجع والصداع والتشنجات ديال المعده وكل شيء راه تينفع حتى لي ريغل العيالات ها الوجع العاده الشهريه بيان سور الور لعندنا اون موفيز ديجيستيون سوء الهضم ما تنهضموش مزيان اش غنخسروا من بعد كل ماكله كليناها من بعد الفطور ولا الغداء ولا العشاء هذاك نشربوا واحد الكاس ديال الماء دافي في واحد المعلقه صغيره دخل التفاح عندنا لي دولور ميسكولير لي فولور توتينا ضرنا الالياف ولا الاعصاب هذاك نتلكوا مزيج من الصفر ديال واحد البيضه ومعلقه صغيره من الروح ديال البطم دونك ليسونس دو تيربانتين دونك ومعلقه كبيره ديال خل التفاح ولا زدنا عاوتاني واحد المعلقه ديال الزعتر راه ممتازه نديروا على التوتيه فعال ممتاز ها الوصفه الاولى انا الوصفه اللي تنبغي لالوفيرا نشد نحكها نعصرها بيديا راه كلها 99.99% لا خذ العصير ديال لالوفيرا اللي جاني فيه جاني نص كاس نزيد عليه نص كاس ديال خل التفاح وندهنوا البلاصه اللي فيها اللي عندي التهابات مفصليه واللي عندي فيها توتيت ولا تلوات ليا يدي ولا رجلي فعاله ممتازه معلوم نقدروا نهزوا على نفس الوصفه اللي قلنا دابا شنو هي اللي قلنا نديروا الثلث ديال لالوفيرا والثلث ديال خل التفاح والثلث الاخر ديال مركز الاعشاب اللي غنذكروا مثال بسيط شويه ديال سكينجبير واحد نص معلقه سكينجبير نص معلقه ديال البزار نص معلقه ديال الخدنجان نص معلقه ديال الكبار الحريقات بجوج مريوت السكران نشدوا هذا الشيء نتبخوه في الماء تيبقى لينا خدينا مثال بسيط في الماء دافي اللي عاطي السخونيه واحد الكاس خدينا كاس ديال خل التفاح نزيدوا مركز ديال هاد الاعشاب اللي ذكرنا كاس احنا كونا دواء فعال ممتاز التهابات المفصليه او التوتات رجلينا او اليدينا او البلاصه ظهرنا دارنا العنق اللي بغات تكون تورتيكولي داكشي كله صالح ليه ها طريقه ما نساوش اش تنقولوا تنقولوا خل التفاح راه محافظ دونك سي ان كونسيرفاتور حتى هاد الوصفه راه غدوم شويه غدار في الثلاجه غدوم سيمانه 10 ايام راه غدوم في هذاك دونك اللي ما تينعش لانسومني واحد من بعد واحد الساعة حتى الساعة ونص من بعد الماكلة العشاء واحد نص معلقة صغيرة ديال خل التفاح
نزيدهم في واحد جوج معالق ديال صغار ديال العسل الحر، واحد الكاس ديال المفاتر دافي. كيساعد على النوم؟ الله يرحم الوالدين. دونك طريقه سهله، قلنا قبل اللي قرصاتو ناموسه الحشرات، لا غير الحشرات، ناخذوا غير الخل تفاح بير ندهنوا عليه، راه الرحمه وراه بالزربه وكل شيء. الجرح، جرحنا بغينا نقيه ونطهره، خل تفاح بوحده، خل تفاح مخفف محساك لخدينا اختي، مثال بسيط خل تفاح 50% والاعشاب اللي ذكرنا ديال الجرح مثال بسيط، اش قلنا بيموت، المصاصه، الخياطه، اليازير، قشور ديال البيض، خديناها بمعلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره، شديناهم جوج حوايج، اما نخويو عليهم بير ديريكت مخل تفاح هو دافي ونرقدوه، وهاد الوصفه راه ما غتخسرش واخا تبقى عام وعامين ما تخسرش حيت ما زدناش عليها الماء، وعند الحاجه نشديوه ونخليوها واحد 40 يوم نصفيه، وعند الحاجه ناخذوا هاد الليكيد هاد الماء هذا ونديروه البلاصه ديال الجرح، يقتل في البلاصه كلهم الجراثيم وكل شيء، ويلحم لينا بالزربه الجرح. بمعنى الناس اللي عندهم تسلخات الرقاديه ليزيسكار، ليزيسكار ها وصفه فعاله ليزيسكار، وزيدوا العسل الحر، تنعرفوا العسل الحر اولا فتاك بالجراثيم مطهر، ثانيا ملحم احسن حاجه بور سيكاتريزي، قلنا لا لويفيرا لان دي ميور سيكاتريزون، احنا نقدروا نكونوا ادواء وصفات اما مفرده او مركبه للجرح وجميع مشاكل الجرح. نعطي مثال بسيط، الناس اللي عندهم داء سكري لو ديابيت، الا تحرضوا ولا تجرحوا عندهم مشكل في التلحام ديال الجرح ديالهم، عندهم مشكل كبير اسي سوفون تنوصلوا حتى للبتر، تتقطع ليه رجليه ولا يديه حيت ما تلحمش الجرح وبقى غادي تبدا يدخل لينا في لاكونغرين. هنا في هذه الحاله الخاصه اللي تنهضروا عليها تنصح الناس اللي عندهم داء سكري ياخذوا الدواء ديال الميكرو سيركولاسيون باش يبقى ليريغاسيون، باش يبقى العروقات يدوزوا الدم والتغذيه ديال العضو، يعني تكون الدوره الدمويه مزيان. فوالا، والوصفه ديال الدوره الدمويه راه هضرنا عليها قبل، هي مولات الجانكو والزعرور والورق ديال الداليا وتقنديشت ورق ومريوت ورق الزيتون وسونتيلا ازياتيكا والمارونيدان وورق القسطال وحتى القرفه والزعتر هما صالحين. الور هذه الوصفه ديال العروقه، واحد في داء السكري اش غيخسر؟ ياخذ هذه الوصفه اللي هضرنا عليها راه غتلحم ليه الجرح ديالو، نفس الشكل بالنسبه اللي جرحوا، نفس الشكل بالنسبه اللي عندهم لي زيسكار تسلخات الرقاديه اللي تيرقدوا بزاف، خاصهم كل جوج سوايع يتحركوا والا يطيب شويه الغد. اللي كيطيبوا كتحفر لهم الحال مشكل، كاع لي زاليتي مساكن كاع اللي مشلولين داك الشيء راه مشكل. نفس الوصفه راه قدروا تستعملوها الغلاضات، اللحم تيتحكحك تيطيبوا مساكن، راه مشكل مطروح، اللي عندها لي بلي اللي عندها كلهم راه مشكل مطروح، نفس الوصفه دغيا تلحم لهم الجرح من الجهه تطهر وتنقي وتلحم الجرح. نفس الوصفه اللي تنهضروا عليها دابا راه تعطي الحبوب قتله، البنات اللي عندهم الحبوب، الدراري اللي عندهم الحبوب، الحبه كيف ما بغات تكون، نفس الوصفه راه خدامه للمجلود، راه تعطيها الرحمه وقتله وكل شيء. اذا هاد الوصفات نقدروا نركبوهم راسنا، اشنا هي الساس ديالها؟ الساس ديالها قلنا خل التفاح، خدينا خل التفاح نقدروا نديروا الوصفه اللي واعره واللي زوينه اختي سميه واللي رحمه واللي كونسيرفابل اللي تبقى محافظه عام وعامين ما تخسرش، اشنا هي؟ خل التفاح وما تزيدوش عليه الماء في ديك الساعه غناخذوا، مثال بسيط هضرنا دابا على الجرح، ناخذوا الحريقه دقه بطله الجرح، دقه بطله، انا جربتها التعهيد من 1978 79 الريحان حتى هو دقه بطله للجرح، ورق القرقاع ممتاز للجرح، التحميره كنا تنعرفوا التحميره، النيورا، الرحمه دقه بطله للجرح، بالزربه بالزربه، بيموت بيان بيموت، المصاصه، الخياطه، اليازير، القشور ديال 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 البيض، احنا ديجا شو شحال من العقار، شو شحال من انغريديون ذكرنا دابا، نرقدوهم في خل التفاح، الا حفات لينا معلقه 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 من كل حاجه ونسخوه على خل التفاح، يفوتها خل التفاح بشويه، كيف تنديروا الطريقه ديال ما نكتروش باش ما يكونش بارد الجهد ديالو، كيف تنديروا المطيشه باش نحافظوا عليها؟ الور ونخمروها نساوها شهر شهرين نصفيو هذاك الليكيد هذاك الماء، دقه بطله لكاع الامراض اللي جبدنا دابا. هضرنا مثال بسيط، كنا تنهضروا على الجرح، راه ما صالحش الجرح بوحده اللي واعر اختي سميه، وعار الناس يفهموا والبنات يفهموا،
وما خلوا وما طلبوا فيا، وقلت لهم وصفه وانا تنبيح تبل الوصفات اللي باغي نخليهم ليا كل خطره نعطيهم نفس الوصفه، دقه بطلال تساقط شعر ويحل اللون ويلونه من الشاطان دوري والكلير دوري وديفيرونتو، وشوفي وصفه وحده سهله بسيطه رخيصه. ليش صالحه؟ صالحه شحال من حاجه. سؤال الكحبه، خل تفاح واحد نص كاس، عسل حر واحد نص كاس، مركز الاعشاب التاليه المركز ديالهم. دابا غنصوبو سيرو الور، نص كاس ديال العسل، نص كاس ديال خل التفاح، نص كاس ديال المركز ديال الاعشاب اللي غنذكرو اللي ذكرناها تاع هنا شنو هي؟ الزعتر، خزامه، مرد الدوش، الكاليبتوس، البشنيخه، القرفه، هادشي كله فعال ممتاز. المركز ديالهم نزيدوا على نص كاس ديال العسل على نص كاس ديال خل التفاح، راه تيدوز زوين وكل شيء. ورا دقه بطل السعال. دونك شحال من حاجه بسيطه. اش كنا قلنا قبل في السعال؟ قلنا لك كان السعال خاوي الزعتر. إذا كان عامر نعطيوه اللفت البيض. اللفت البيض نحكوه ندردرو سنيدا نساو واحد جوج ولا ثلاثه سوايع في باكار غنطلعوا عليه غنلقاوه نفس الكميه اللي عندنا ديال اللفت البيض عطاتنا السيرو. لان دي ميور سيرو. الرحمه كل ساعه ما قالنا معلقه اللي في الصدر يخرج في نهار واحد. اذا درنا هاد الوصفه ديال 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 درنا سنيده على اللفت البيض نسيناها جوج ولا ثلاثه سوايع صفيناها. هذاك المصفى نزيدوا عليه نفس الكميه نزيدوا عليه ديال خل التفاح بلاص نزيدوا حتى شويه ديال العسل الحر، وحنا كونا واحد السيرو فعال ممتاز. ما نساوش ملي تنقولوا العسل الحر، العسل الحر راه ملين، راه ضد الالتهابات، راه تيقتل الجراثيم، راه مطهر، راه ممتاز. ما حساك دوك تنهضروا على نفس الشكل. اش غنخسروا؟ هاد الوصفه اللي ذكرنا دابا ديال السعال اللي قلنا فيها الزعتر ومرد الدوش ونزيدوا تمريوت وخزامه والوكاليبتوس والبشنيخه ديال السعال ياك، نزيدوها شويه ديال الخرقوم. اش قلنا في الخرقوم؟ قلنا ضد الالتهاب، ضد النفخان، ما عندناش ارتفاع الضغط الدموي، نزيدوا عرق السوس. احنا غاديين وتنكونوا دواء فعال. بغينا نجهدوا نفس الوصفه، نجهدوها وردوها رائعه الرحمه، نزيدوا زريعة الكرافس، نزيدوا الخد النجال، نزيدوا الكبار. ها احنا نزيد سكين شبير، ها احنا عندنا وصفة واعرة فعالة ممتازة. نقدروا نزيدوا بيان سور، نقدروا نزيدوا زريعة ديال الفجل، راه فعالة. دونك العشوب راه عندنا بزاف ديال الأعشاب تيصلحوا لبزاف ديال الحوايج اللي هذاك بوكو دو باثولوجي اللي صالحين. خصنا غير نعرفوا نوظفوهم. دابا جبدنا الساس اللي هو خل التفاح، نقدروا نهزوا على خل التفاح شحال من العشوب ونداوي بهم شحال من الأمراض. عندنا دوالي الساقين او لي فاريس. ندلكوا السيقان من تحت لفوق بالوصفه التاليه، أربعة الكميه ديال خل التفاح، ثلاثه ديال الاربع ديال المركز ديالاش، وسهله الوصفه ديال العروقه اللي جبدنا اللي شنا هي فيها. قلنا دابور اربع ديال خل التفاح وثلاثه ديال الاربع ديال المركز ديال الاعشاب اللي غنهضروا عليها دابا اللي شنا هي؟ الجانكو بيلوبا، الزعرور، تقنديش، ورق الزيتون، مريوت، ورق ديال القسطال، سونتيلا ازياتيكا، نزيدوا القرفه والزعتر. ها وصفه فعاله ممتازه لدوالي الساقين لي فاريس، وندهنوا من التحت للفوق. نفس الوصفه اللي ذكرنا دابا شوربا موضعيا، هضرنا على موضعيا شوربا راه الرحمه. شوربا صالحه لبزاف الحوايج اختصاميه. هذه وصفة صديقة عزيزة حميمة الشرايين وديال القلب والذاكرة والخرف وشيخوخة المخ والجلد ومشاكل الجلد، صالحة حتى للسرطانات ديال الجلد، صالحة حتى للسرطان ديال المخ، صالحة حتى للسرطان ديال الكلاوي. فيها العجب العجاب ومهدئة الأعصاب. نفس الوصفة وتذوب الكوليسترول وتذوب الديابيت وتذوب وضد الانفلاماسيون والالتهابات وضد لودام وضد الريتونسيون دو السوائل ومهدئة الأعصاب. اشنا هو هاني سهل اختي. دونك وما نساوش راه دائما تنقولوا خل التفاح راه محافظ، خل التفاح والجلد الطفح الجلدي مركز الاعشاب التاليه
وصفه فعاله ممتازه. مثال بسيط، الناس اللي عندهم اكزيما عندهم بزاف مشاكل ديال الجلد، اغلب مشاكل الجلد بالزربه، عرفت الوقت ما بقاش. مركز الاعشاب التاليه، نبداو بلاريستولوش. لاريستولوش هي برستم، برستم راه قلنا مسموم تعطينا فشل كلوي، ما خاصوش يتشرب. الور عندنا برستم، نزيدوا عليها الزعتر، نزيدوا الحريقه الحرشه، نزيدوا الخرقوم، نزيدوا خزامه، نزيدوا اليازير، نزيدوا المصاصه، بيموت، الخياطه، وخل التفاح. نرقدوا هذا الشيء، نشدوه ندلكوه على البلاصه اللي عندنا، نرقدوه 15 يوم 20 يوم اوموا، خلينا شهرين ثلاث شهور تقبط له الرحمه. الور نشدوا هذا نصفيه وندهنوا عليه اي حاجه عندنا في الجلد، والله اختي سميه مجرب الرحمه ودقبط له بالزربه. تقول لك عنده مشكل ديال الارهاق وقله النوم بالليل، رغم انه كيواظب انه دائما كيعمل مساجات ولا كيشرب مثلا بعد الديتيدان، ولكن رغم ذلك مثلا عنده نوم. وسهل اختي، يلا تعطيه شحوب في البشره وتعطيه ارهاق. شوفي سهل، طبيعي ان شوف في العشره بيكون عنده ارهاق. غير سمع سهل، كل شيء سهل، حتى حاجه ما صعيبه. جبنا دابا التركيبه الرباعيه اللي هي العسل الحر، الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، البروبوليس. بغى يزيد راه ما نزيدو، مي ديجا لارجمون سوفيزون. هادو لاخاتهم، هادو يخلطهم، ياخذ واحد نص معلقه قبل الفطور، الغداء، العشاء، النعاس. ابري اون سيمين ما بقى يعيا، ما بقى يسخف، ما بقى حتى حاجه. هذه الاولانيه. شي باس ما كاين هذا السيد يزيدوا. مثال بسيط، كنا غير البارح تنهضروا على خل التفاح، وهضرنا كاع ما بغاش هو بانكي وداك الشيء، وما بغاش يبرص راسه وكل شيء، يمشي ياخذ جونيس ماسور وهو هنا راسه حبه وحده بنينه وداك الشيء كامل. خل التفاح ديجا ممتاز، يقتل لي كل شيء. على النمو؟ على النوم؟ ماشي غير راه جبدنا غير البارح الوصفه ديال النوم، اش قلنا فيها؟ قلنا الناس يبداو يصوبوا راسهم. دابا عطينا حنا لي فورمول، عطينا الوصفات، ياك؟ دابا تنعطيو طريقه التوظيف ديالها، حيت عطينا المعلومات بزاف، حتى الناس كثرنا عليهم ولاو تالفين، ما بقاو عارفين اش يديروا هذه ولا هذه. جانا هذا المثال البسيط ديال هذا الاخ اللي كاين في لابون، ياك؟ وعدوا الارق وما قلت النعاس وكل شيء، اش قلنا البارح؟ قلنا لا خذوا واحد خل تفاح، ياك؟ خل تفاح حطينا، اشنو هو لا فورميل او الوصفه اللي عطينا ديال الارق والتوتر العصبي والارهاق وقلت النوم وكل شيء، لانسومني وداك الشيء كامل، ياك؟ اش قلنا؟ قلنا الهندبه بريه، لا ليتي سوفاج، اللي قلنا فيها ان سوك كون ابيل لاكتاريوم كي سبيكتاكولير ليكيفالون لوبيوم، مي سون زيفي انديزيرابل سكوندير. الور ودا كوتيومونس. الور عندنا لا ليتي سوفاج، الهندبه بريه، عندنا الحبق. حبق الترنج، هادو بجوج بنان وريحه زكيه وكل شيء. الورق ديال الزنبوع، لورانج امير ولا لو بيغاردي ولا الرنج، الورق ديال قلنا الزعرور، لو بيبين، قلنا لا كامومي، لا فيرفان، لويزا، حتى الله كاين لو ميل بيرتوي، لا موليكول ديالو سي لا موليكول ديكزوميل. دونك اون بليزيور بلونت، ياخذ نيمبورت لاكيل منهم. مثال بسيط، البارح جبدنا الزعرور، ما بغيناش الزعرور، لا نخدموا الزعرور، لا خذوا الحبق، ما بغيناش الحبق، لا خذوا الهندبه، ما بغيناش الهندبه، لا خذوا لا كامومي. اون بليزيور بلونت، دونك وحده فيها الكفايه. يشد مثال بسيط هاد العشبه، يخوي عليها الماء طايب بدرجة الغليان، ياخذ معلقة سو فورم دو بودر، كانت فريش اونكور ميو، ياك؟ بدرجة هذاك بدرجة الغليان يخوي عليها، يخلي واحد نص ساعة تخمر، يصفي. من داكشي اللي صفاه يدفيه شوية، يزيد عليه، عندنا كاس، ياك؟ كاس يزيد عليه معلقة صغيرة ديال 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 الخل تفاح ويشربوا. غينعس في العشرة، يشربوا في التسعود، يشربوا في الثمانية. من الجهة هذا الكاس اللي غيشرب هو مطهر، قتل لنا كل شيء، الطفيليات وكاع اللي كاين في المعدة وفي داك الشيء كامل، وغادي يرخيه وغادي يحس. الله يعطيك الصحة. ما بغاش هذه، طريقة أخرى سهلة. هو في لابونك، ياك؟ ياخذ لي ياخذ، ما لقاش الهندبة برية وما كايناش في السوق وما تعرفوهاش العشابة، شي بس ما كاين. ألور شي تيفكرني شي، صافي هذاك، ياخذ الحبق، ياخذ حبق الترنج، ياخذ البابونج، ياخذ لويزا، ياخذ الورق ديال الرنج، بارك عليه غير هادو، يزيد الزعرور، يزيد الجانكو، بارك غير الزعرور، زدنا هادو كامله، لو تو سو فورم دو بودر، على طريق مسحوق، ويديرهم في شي قريعه فاش ما با، واحد ياخذ اولا مهدئ الاعصاب، التوتر العصبي وكل شيء بنهار، دير ديك 8 ولا 9 ياخذ غير نص معلقه، ها هو النهار كله مكالمي، جميع اللي موترين، راه نفس الشكل، نفس الوصفه، وبالليل ياخذ معلقه. راه عادي يحط راسه يفرفر ينعس، هو يفيق الوقت اللي بغى، ما موتر، ما معصب، ما كثر عليه النعاس، ما داكشي كامل. هنا حنا وحده وظفناها هاد لا فورميل او هاد الوصفه، وظفناها فاش؟ في التوتر العصبي والارهاق والقلق وقلة النعاس وكل شيء. وشاف الميساج انه كيدخن بشراهه، يعني كيدخن كثير.
اخويا اش غنقول لك، راني بحالي بحالك. الله يهدينا وصافي. غادي نمشي فيها زينب للام ديالها عائشه، تتقول عندها مشكل في اليد اليسرى ديالها، بدات كتحس مؤخرا ان اليد بدات كتعواج، يعني العظام ديال الاصابع. سي لارتروز. فوالا دونك شنو الحويجات اللي تقدر تفيدها؟ سهله سهله سهله، جبدنا حتى هنا اختي. علما انك تعاني بزاف الى قامت بشغل ديال الدار، او مثلا دخلتها المجمد، مثلا دخلت الكونجيلاتور ولا دار. سي نورمال سي نورمال. شوفي النوع البروديه الخبيثه. دقيقة. احسن دواء اطلاقا وشفاء وممتاز والرحمه هو لا الويفيرا. هاد السيده خاصها غير تصبر، اكلنا اكلا وموضعيا، ما خاصه اكلا، خاصها تصبر تصبر واحد شهرين ولا ثلاث شهور، والله حتى تبدا تدردق في الدار وفي الكوزينه، ما بقات حتى حاجه تضرها. ووقفت لنا لارتروز سور لو شون، لي سيكيل ما بقى لنا ما نديرو، اللي عواج عواج، مي ما تجيش شي حاجه من بعد منها. الروماتيزم غاليزون توتال، الشفاء التام، راه مجرب، راه العشبه المعجزه هضرنا عليها حتى هنا. كاع اللي عنده البروديه كيف ما بغى يكون نوعها، عليكم بلا الويفيرا. ما هاد السيده راه غتلاحظ وهي اللي غتهضر، من بعد شهرين ثلاث شهور الكرش ما بقاش، فونتر بلا بدات تصغر في وجهها، تجاعيد حيدو القوة. والله اختي لا رحمة.